الدائرة هي فارغة من الوسط، ليست لها مساحة ولها محيط. القرص له مساحة، وهناك حالتين: يكون مفتوحا عندما لا يكون محاطا بدائرة، ويكون مغلقا عندما يحاط بالدائرة. ذلك نقول محيط الدائرة ومساحة القرص. إذن كيف يتم حساب كل من محيط الدائرة ومساحة القرص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حصتنا البنائية ستكون مع الدرس 20 من دروس المستوى السادس، حساب قياس محيط الدائرة ومساحة القرص. الأهداف: تطبيق وتوظيف قاعدتي حساب محيط الدائرة ومساحة القرص. ثانيا، حساب طول قوس من الدائرة أو مساحة جزء من القرص. ثالثا، حل مسائل مرتبطة بقياس محيط الدائرة ومساحة القرص وتوقع الأخطاء عند تطبيق هذه القواعد. فلنبدأ على بركة الله بتقويم تشخيصي يتم أثناءه تذكير المتعلمين بمفهوم الدائرة. إذن ما هي الدائرة؟ الدائرة هي مجموعة من النقط متصلة فيما بينها تبعد بنفس المسافة عن نقطة ثابتة تسمى مركز الدائرة، وكمثال لدينا هنا النقطة O. المسافة الفاصلة بين كل نقطة تنتمي إلى هذه الدائرة والمركز O تسمى الشعاع، ونرمز له ب R. وكمثال لدينا هنا القطعة OA تمثل الشعاع، القطعة OC تمثل أيضا الشعاع، والقطعة OB تمثل الشعاع. ماذا نسمي المسافة الفاصلة بين نقطتين من الدائرة وتمر من المركز O؟ تسمى القطر، ونرمز له بالD. وكمثال لدينا هنا القطعة BC تمثل قطر الدائرة C، والقطر يساوي مرتين الشعاع، والشعاع يساوي نصف القطر. ماذا نسمي هذا الجزء الأحمر من الدائرة؟ كل جزء من الدائرة يسمى القوس. هذا فيما يخص الدائرة. إذن ماذا عن القرص؟ ما الفرق بين القرص والدائرة؟ القرص هو حيز من المستوى تحيط به الدائرة. وعندما نقول حيز من المستوى فهنا نتكلم عن المساحة، مساحة القرص. تحيط به الدائرة، هذا يعني أن الدائرة تمثل محيطا للقرص. هنا لدينا حالتين للقرص: عندما يكون القرص محاطا بالدائرة يسمى قرص مغلق، وعندما يكون قرص غير محاط بدائرة يسمى قرص مفتوح. إذن الدائرة هي فارغة من الوسط، ليست لها مساحة ولها محيط. القرص له مساحة، وهناك حالتين: يكون مفتوحا عندما لا يكون محاطا بدائرة، ويكون مغلقا عندما يحاط بالدائرة. ذلك نقول محيط الدائرة ومساحة القرص. إذن كيف يتم حساب كل من محيط الدائرة ومساحة القرص؟ نبدأ حصتنا البنائية انطلاقا من الوضعية التالية، والتي تهدف إلى تطبيق وتوظيف قاعدتي حساب محيط الدائرة ومساحة القرص. قام أحمد بقياس أقطار ثلاث قطع نقدية من فئة درهم، 5 دراهم و10 دراهم، ثم قاس محيط كل منها. أتمم الجدول. إذا لدينا هنا 3 قطع نقدية، 10 دراهم و5 دراهم ثم درهم. لتحديد قياس قطر كل قطعة، قام أحمد برسم مستقيم أسفل هذه القطعة ورسم مستقيمان آخران عموديان على نفس المستقيم يحدان القطعة من الجانبين ليجد قياس قطر كل قطعة. وبالتالي قياس قطر القرص أو القطعة النقدية من فئة درهم هي 2.4 سنتيمتر، وقطر 5 دراهم 2.5 سنتيمتر، وقطر 10 دراهم 2.7 سنتيمتر. ولقياس محيط كل قرص أو كل قطعة نقدية استعملنا الطريقة التالية: إما أن نأخذ خيط نلفه على القطعة النقدية ونقوم بعد ذلك بقياس هذا الخيط على المسطرة، أو نقوم بدحرجة القطعة النقدية فوق المسطرة بدءا من هذه النقطة وندحرج القطعة النقدية،
ونرى قياسها عندما تقوم بدورة كاملة. أنا استعملت هذا السلك، قمت بإحاطته على القطعة النقدية، وأخذت قياس محيط هذا القرص، ثم بعد ذلك أخذت قياس محيط كل قطعة نقدية ودونتها جانبا. نفس الشيء استعملت مع قطعة من فئة درهم وأيضا قطعة من فئة 5 دراهم، وبالتالي محيط القرص أو القطعة من فئة درهم هي 7.4 سنتيمتر، ومحيط القطعة النقدية من فئة 5 دراهم هي 7.9 سنتيمتر. وأيضا نقول محيط القرص من فئة 10 دراهم هو 8.4 سنتيمتر. ثم بعد ذلك نقوم بحساب قسمة المحيط على القطر. في كل حالة إذا لدينا 7.4 سنتيمتر قسمة 2.4 سنتيمتر تساوي 3.08 سنتيمتر، وقسمة 7.9 على 2.5 سنتيمتر تساوي 3.16 سنتيمتر، وقسمة 8.4 على 2.7 سنتيمتر تساوي 3.11 سنتيمتر. إذا لدينا هنا خارج قسمة المحيط على القطر 3.08 3.16 3.11. إذا نلاحظ أن هذه النسبة لهذه الأقراص فهي متقاربة فيما بينها، وبالتالي 3.08 تساوي تقريبا 3.16 تساوي تقريبا 3.11 تساوي تقريبا 3.14. يعني أن 7.4 على 2.4 تساوي تقريبا 7.9 على 2.5 تساوي تقريبا 8.4 على 2.7 تساوي تقريبا 3.14. يعني أن بي على دي المحيط على القطر يساوي تقريبا 3.14، حيث 3.14 هي القيمة العشرية المقربة للعدد بي بتفريط. إذن لدينا المحيط على القطر يساوي العدد بي. من هنا نستنتج قاعدة حساب محيط الدائرة، بي يساوي بي في دي. كما نعلم أن دي يعني قطر الدائرة يساوي مرتين الشعاع، يعني 2 في R أو 2 R. إذن هنا سوف نعوض القطر بالشعاع، فنجد أن المحيط الدائرة يساوي بي في 2 R يساوي 2 بي في R. إذن نستنتج قاعدة حساب محيط الدائرة، إما أن نقوم بضرب العدد بي في القطر أو نستعمل هنا الشعاع 2 بي في R. ننظر إلى السؤال الثاني، أحسب مساحة كل قرص أو كل قطعة نقدية. كما نعلم في المستوى الخامس تعرفنا على قاعدة حساب مساحة القرص وهي بي في R في R أو بي في R أس 2. إذن هنا سوف نقوم بحسابة القطعة النقدية من فئة 1 درهم والتي تساوي بي القيمة المقربة إلى العشرات بتفريط هي 3.14 في R. نعلم أن R الشعاع يساوي نصف القطر، إذن قطر القطعة النقدية من فئة درهم واحد هي 2.4 قسمة 2 تساوي 1.2 سنتيمتر، وبالتالي 3.14 في 1.2 في 1.2 يساوي 4.52 سنتيمتر مربع، ونكتب هنا 4.52 بسنتيمتر مربع. نمر لحساب مساحة القرص أو القطعة النقدية من فئة 5 دراهم. لذلك سوف نبحث عن الشعاع، الشعاع كما قلنا هو نصف القطر،
إذا القطر لدينا هو 2.5 سنتيمتر، قسمة 2 تساوي 1.25 سنتيمتر. إذا مساحة هذا القرص هو 3.14 في 1.25 في 1.25 تساوي 4.90 سنتيمتر مربع، ونكتب هنا 4.90. مساحة القرص أو القطعة من فئة 10 دراهم. إذا نبحث أولا عن الشعاع، شعاع هو نصف القطر، يعني 2.7 سنتيمتر مقسمة على 2 تساوي 1.35 سنتيمتر. إذا المساحة لدينا هنا هي 3.14 في 1.35 في 1.35 تساوي 5.72 سنتيمتر مربع. قام مع نفس الوضعية، ونمر إلى الهدف الموالي وهو حساب طول قوس من دائرة ومساحة جزء من قرص. مع السؤال الثالث، أحسب نصف ثم ربع محيط كل هذه القطع النقدية. سؤال الرابع، أحسب نصف ثم ربع مساحة سطح كل هذه القطع النقدية. نمر لحساب نصف محيط كل قطعة نقدية. لدينا مثلا قطعة من فئة 1 درهم، محيطها هو 7.4، إذا نصف المحيط هو قوس من هذه الدائرة، يعني 1/2 أو بي على 2. إذا 7.4 قسمة 2 هي 3.7 سنتيمتر. بنفس الطريقة أيضا نصف محيط قطعة نقدية من فئة 5 دراهم هي 7.9 قسمة 2 تساوي 3.95 سنتيمتر. ونصف محيط قطعة نقدية من فئة 10 دراهم، يعني 8.4 قسمة 2 تساوي 4.2 سنتيمتر. لحساب ربع المحيط سوف نقوم بقسمة المحيط على 4، وهو ممثل الآن على الشكل القوس التالي، وهذا القوس يمثل لنا ربع المحيط. وبالتالي ربع محيط قطعة نقدية قيمتها درهم هي 7.4 قسمة 4 تساوي 1.85 سنتيمتر. وأيضا ربع محيط قطعة من فئة 5 دراهم، يعني 7.9 قسمة 4 تساوي 1.97 درهما. ونأخذ كذلك 8.4 محيط قطعة نقدية قيمتها 10 دراهم ونقسمها على 4 فتساوي 2.1 سنتيمتر. مر للسؤال الرابع الذي سوف نقوم فيه بحساب نصف مساحة سطح كل قطعة نقدية. إذا هنا الجزء الملون يمثل لنا نصف مساحة القرص أو القطعة النقدية. لدينا هنا مساحة سطح قطعة نقدية يساوي 4.52. إذا لحساب نصف مساحة القرص أو نصف مساحة سطح قطعة نقدية سوف نقوم بقسمة المساحة على 2، وبالتالي 4.52 قسمة 2 تساوي 2.26، وهي مساحة سطح قطعة نقدية قيمتها درهم. الآن سوف نحسب نصف مساحة سطح قطعة نقدية قيمتها 5 دراهم، وذلك بقسمة 4.90 على 2 والتي تساوي 2.45 سنتيمتر مربع. نفس الشيء بالنسبة 5.72، إذا سوف نقوم بقسمتها على 2 وتساوي 2.86 سنتيمتر مربع. نمر لحساب ربع مساحة سطح كل قطعة نقدية. إذا ربع مساحة القرص هي ممثلة على الشكل التالي. إذا عندما نقول الربع يعني المساحة قسمة 4، إما نعبر عنها بهذه الطريقة ربع المساحة أو المساحة قسمة 4. إذا ربع مساحة سطح قطعة نقدية فئتها 1 درهم هي 4.52 قسمة 4 تساوي 1.13. وربع مساحة سطح قطعة نقدية قيمتها 5 دراهم هي 4.90 قسمة 4 تساوي 1.22. وبالنسبة لسطح قطعة نقدية
قيمة 10 دراهم، إذا ربع مساحتها هي 5.72 قسمة 4 تساوي 1.43. وبالتالي لحساب نصف محيط الدائرة نأخذ محيط الدائرة ونقسمه على 2، ولحساب ربع محيط الدائرة نقسم المحيط على 4، ولحساب نصف مساحة القرص نقسم مساحة القرص على 2، ولحساب ربع مساحة القرص نقسم المساحة القرص على 4. إلى الوضعية الثانية والتي سوف نحل فيها مسألة مرتبطة بقياس محيط الدائرة ومساحة القرص وأيضا توقع الأخطاء عند تطبيق هذه القواعد. ألاحظ الشكلين 1 و2. أولا، ماذا يمثل القوس الأزرق بالنسبة للدائرة؟ وماذا يمثل محيط كل جزء في كل حالة؟ ثانيا، أحسب محيط القوس الأزرق في كل حالة. ثالثا، أحسب محيط كل جزء. رابعا، أحسب مساحة كل جزء. نبدأ بالسؤال الأول، ماذا يمثل القوس الأزرق بالنسبة للدائرة؟ إذن في كل حالة لدينا، إذن هذا القوس الأزرق ماذا يمثل؟ والقوس الآخر أيضا. وماذا يمثل محيط كل جزء في الدائرة؟ إذن محيط بأكمله ماذا يمثل في الحالة الأولى؟ وأيضا بالنسبة للحالة الثانية. بالنسبة للحالة الأولى، يعني الشكل الأول، نرى أن القوس الأزرق يمثل نصف محيط الدائرة كما رأيناه في الوضعية الأولى، وهذا الجزء بأكمله يمثل محيط نصف الدائرة، أو نقول أيضا محيط نصف القرص. ومن الأخطاء المتوقع ارتكابها من طرف المتعلمين وهو الخلط بين المفهومين. إذن ما الفرق بين نصف محيط الدائرة ومحيط نصف الدائرة؟ وكيف يتم حساب كل من نصف محيط الدائرة وأيضا محيط نصف الدائرة؟ هذا القوس عبارة عن نصف محيط الدائرة، يعني 1/2 بي أو بي على 2 تساوي، وكما نعلم أن محيط الدائرة يساوي 2 بي في آخ على 2. إذن هنا سوف نختزل ب 2 فيبقى لدينا بي في آخ، وبالتالي نصف محيط الدائرة بي على 2 تساوي بي في آخ أو تساوي 1/2 بي في دي. الآن لحساب محيط نصف الدائرة أو نصف القرص، إذن لدينا محيط نصف الدائرة يساوي نصف المحيط، يعني بي محيط الدائرة على 2 زائد القطر الذي يساوي دي، ويمكننا تعويض قيمة نصف القطر ببي في آخ أو 1/2 بي في دي. بالنسبة للحالة الثانية، كذلك لدينا هذا القوس يمثل ربع محيط الدائرة كما رأينا في وضعية البناء، والجزء الممثل يمثل محيط ربع الدائرة أو محيط ربع القرص. وبالتالي كيف يتم حساب ربع محيط الدائرة ومحيط ربع الدائرة؟ عندما نقول ربع المحيط، يعني محيط الدائرة قسمة 4 تساوي، إذا المحيط هنا بي في دي على 4، أو نعبر عنه بالشعاع يعني بي في 2 آخ على 4. إذا هنا نختزل ب2 فيبقى لدينا 1/2 بي في آخ، وبالتالي ربع محيط الدائرة يساوي 1/2 بي في آخ. بنفس الطريقة محيط ربع الدائرة، إذا لدينا محيط ربع دائرة تساوي هذا القوس الذي يمثل ربع محيط الدائرة على 4، وأيضا لدينا هنا آخ وهنا آخ زائد 2 آخ، أو تساوي ربع محيط الدائرة زائد دي القطر. يمكننا أن نعوض ربع محيط الدائرة بالقاعدة التالية. السؤال الثاني، أحسب محيط القوس الأزرق في كل حالة وأيضا محيط كل جزء في كل حالة. سوف نحسب نصف محيط الدائرة، القطر يساوي 4 سنتيمتر، يساوي 1/2 × 3.14 × 4 سنتيمتر، أو
تساوي 3.14 في آخ يعني نصف القطر في 2، وبالتالي نصف محيط الدائرة في كلتا القاعدتين يساوي 6.28 سنتيمتر. إذن لحساب محيط نصف الدائرة تساوي إذن نصف محيط الدائرة الذي لدينا هنا 6.28 سنتيمتر زائد القطر الذي يساوي 4 سنتيمتر يساوي 10.28 سنتيمتر. نأتي لحساب ربع محيط الدائرة، إذن يساوي 1/2 في 3.14 في آخ هنا لدينا 2 سنتيمتر في 2 سنتيمتر، إذن نختزل هنا بإثنان فيبقى لدينا بي المقدر تقريبا ب 3.14 سنتيمتر. محيط ربع الدائرة يساوي ربع محيط الدائرة الذي يساوي لدينا هنا 3.14 زائد القطر يعني 2 اغ، اغ لدينا هنا 2 زائد 2 هي 4 سنتيمتر تساوي 7.14 سنتيمتر. السؤال الرابع، احسب مساحة كل جزء. بالنسبة للشكل الاول لدينا نصف قرص، اذا سوف نحسب مساحة نصف القرص يعني اس على 2 تساوي، إذا قاعدة حساب مساحة القرص هي بي في اغ اس 2 على 2 تساوي، إذا بي هي 3.14 تقريبا في اغ، إذا اغ لدينا هو 2 سنتيمتر، إذا 2 اس 2 هي 4 على 2، إذا نختزل هنا ب 2 فتبقى لدينا 3.14 في 2 تساوي 6.28 سنتيمتر مربع. الجزء الممثل في الشكل الثاني يمثل ربع القرص، إذا هنا سوف نقوم بحساب مساحة القرص قسمة 4 كذلك تساوي بي في آغ أس 2 قسمة 4 تساوي، إذا لدينا هنا 3.14 في 4 على 4 أيضا سوف نختزل بأربعة فتساوي 3.14 سنتيمتر مربع. وكخلاصة، إن فهم وإدراك المتعلم لكيفية بناء مفهوم أو قاعدة حساب معينة يساعده على حل المسائل، وهذه المرحلة من الدرس تعتبر الأهم على الإطلاق. وبذلك نكون قد أنهينا حصتنا البنائية لهذا الدرس. نلقاكم على خير في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.